بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى اسمه البداية وعليه دائما وابدا نتوكل أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نحييكم بأجمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان ساحة صبرة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن شارة الاتحاد والديوان التاسع الذي ينطلق في صباح هذا اليوم الذي يحمل سن المفاجآت سن الحقائق. بعدما تابعنا أول الأشواط وكانت سيوف لصالح بن أحمد بن هدفة العامري قدمها في أول الأشواط وتسجل توقيتها من مقدارة 4:23 لتهدي السلامات إلى أهالي نعمة. انطلق أول أشواط القعدان، تحديات القعدان، إبداع القعدان، هجنة أبناء القبائل المنطلقة والمبدعة بأول الأشواط. مباشرة نبحر مع البداية، نبحر مع المقدمة ومع المركز الأول. هذا هو السكب، ذياب بن شمير بن سعيد العويسي آتي على بداية المسار ويتقدم على المقدمة، بينما المركز الثاني هذا هو بدران وسالم بن عبد الله بن مطر شيدي خذ المركز الثاني. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث من القادم جلمود غالب بن حميد بن راشد الوحشي خذ المركز الثالث في هذه اللحظات. الدور دور المركز الرابع من القادم المتقدم في هذه اللحظات هذا هو قياس وحمد بن محمد بن حمد الكتبي خذ المركز الرابع في هذه اللحظات. النقلة مباشرة إلى المركز الخامس من القادم في هذه اللحظات المتدخل هنا أيضا والهاجم في هذه الانطلاقة الأولى للقعدان. الله من يتقدم في هذه اللحظات وينضم في هذه الانطلاقة هذا هو مقادر وحمد بن دغمان بن راشد الغيلاني يقدم شعاره مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة. نداءنا الأول الذي ناتي به بالنداء الله الجوائز للعشر المراكز الأولى المتقدمة التي قدمت من قبل اتحاد سباقات الهجن، ولكن نعود مع البداية، نعود مع أبو غانم، نعود مع أبو غانم على البداية الأولى على المقدمة الأولى. يتقدم السكب ذياب بن شميل بن سعيد العويسي يأتي على البداية يتقدم على الصدارة يقدم شعاره أبناء السلطنة يطالبونك بالسلام يطالبونك بالسلام في أول الأشواط يا أبو غانم للقعدان على البداية الأولى على المقدمة الأولى. يأتي هنا أيضا ويقدم انطلاقة السكب على المقدمة الأولى بينما المركز الثاني هذا هو غياث وحمد بن محمد بن حمد الكتبي خذ المركز الثاني في هذه اللحظات بينما المركز الثالث الله يا سلام بدأ بالغزو في هذه اللحظات. القادم جلمود وغالب بن حميد الوحشي يقدم شعاره ولكن نعود مع السكب بدأ يصدر الأوامر أبو غانم يحرك السكب لينطلق على البداية على المقدمة الأولى بينما المركز الثاني غياث حمد بن محمد بن حمد الكتبي يقدم شعاره مع المركز الثاني. غير إلى البداية غير إلى الصدارة العصاف الأبطان يقدم الأداء الرائع على البداية الأولى. أول أشواط القعدان تحديات القعدان الأولى سجلوه ودونوه لمالك قياس الله يا سلام عرض ذاتي أداة الغاي على البداية. مشكور يا الكتبي على تقديم قياس بلا أداة الغاي. حمد بن محمد بن حمد الكتبي يقدم قياس في أول الأشواط والعصاف الأبطان بلا أداة ذاتي والتلغاي وبلا أي منافس على الإطلاق. مشكور يا الكتبي مشكور حمد بن محمد بن حمد الكتبي والعصاف الأبطان بلا أي منافس. المركز الثاني كان مشاهد العزاء بدران صالح بن عبد الله بن مطر الرشيدي والمركز الثالث كان مشاهد العزاء تدخل في هذه الانطلاقة المتواصلة وفي هذه الإبداعات الكبيرة مع المركز هنا أيضا الثالث من خلال تواجد ودخول الفارس سالمين بن محمد بن سالمين العامري والمركز الرابع السكب هنا أيضا ذياب بن شميل بن سعيد العويسي والمركز الخامس ألا وهو جلمود وغالب بن حميد بن راشد الوحشي. هذه النتيجة التوقيت المصاحب لهذه الانطلاقة 4:00
وثلاثة وعشرين ثانية نفس التوقيت الزمني تسجل في صباح هذا اليوم مع بن هتف في أول أشواط الإبكار. ياتي مشاهدينا الأعزاء هنا مالك غياث ليسجل نفس التوقيت الزمني حمد بن محمد بن حمد الاكتبي 4 دقائق 23 ثانية. تهانينا وناموس لجميع الأخوة الفائزين.